أرخص سيارة بتويوتا حالياً عندي تويوتا رايز 2023 وفئة الستاندر، متوفر منها اللون الأزرق والأحمر، ثلاثة سلندر 1200 سي سي 87 حصان وقير أوتوماتيك سي في تي ودفع أمامي، إضاءاتها هيلوجين وجنوطها 17 وفيها إشارات بالمراية، فيها جناح خلفي وإضاءتها خلفية LED وعدد 2 حساسات خلفية مع مساحة زجاج خلفية. لتر بنزين يمشيها 21.7 كيلو، ماخذ أفضل تقييم ممتاز بلس وبنزين 91. هذه السيارة من الداخل فيها تحكم بالنظام الصوتي، شاشة تدعمه بالكار بلاي، كاميرا خلفية فيها أندرويد أوتو، الجير أوتوماتيك سي في تي، عندنا هنا الهاند بريك والمقاعد قماش، وعندنا هنا عداد الرحلات، حاملات الأكواب ما ننساها، وعندنا هنا الصف الخلفي فيها مثبت مقاعد الأطفال وتكات الراسم متحرك. للأسف ما فيها فتحات تكييف خلفية، كامل كهربائي ومراياتها كهربائية، وفيها 2 إرباقات أمامية. ولا تنسون تشتركون بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات.